تحية طيبة لكم مشاهدين على 97.5 من مسقط والباطنة و 98.5 من محافظة ظفار. هذه هي تردداتنا ومتابعينا عبر البث المرئي المباشر في منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي في قناتنا على اليوتيوب وعلى لايف تويتر والإنستغرام والفيسبوك. معكم في حلقة بداية الأسبوع، حلقة جديدة من برنامج مع الشبيبة ومتابعة لآخر المستجدات المحلية وكذلك مجموعة من اللقاءات والمشاركات منكم كذلك على أرقام هواتفنا 2492-0000. سيكون لنا كذلك متابعة مع وزارة العمل حول الأرقام الأخيرة التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن أعداد الوافدين العاملين في السلطنة، حيث أوضحت البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضا ملحوظا في عدد العاملين الوافدين في القطاعين الحكومي والخاص بالسلطنة في مارس الماضي بنحو 218 ألف عامل وافد، أي بنسبة 13%. وأشارت البيانات إلى أن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي انخفض في مارس الماضي إلى 40,889 وافد مقارنة ب 53,332 وافد في الفترة المماثلة من العام الماضي. أما في القطاع الخاص فقد انخفض إلى 1,400,287 وافد مقارنة ب 1,608,781 وافد في الفترة المماثلة من العام الماضي. سيكون إن شاء الله معنا عبر الهاتف باسم بن محمد البلوشي رئيس قسم إحصاءات العمل بوزارة العمل، وسنأخذ منه التفاصيل بإذن الله تعالى، كما يعني سنحاول توضيح ما تم تداوله خلال الأيام الماضية. معنا إذا مباشرة عبر الهاتف باسم بن محمد البلوشي رئيس قسم إحصاءات العمل بوزارة العمل. مساك الله بالخير الأستاذ باسم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي عبد الله. يا مرحبا وسهلا فيك. أقدم تحية للمستمعين الكرام. حياك الله باسم، سعيدين بالتواصل معك. وبداية يعني تطلعنا على تفاصيل ما نشره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول أعداد الوافدين العاملين في السلطنة. في البداية أشكركم على الاستضافة لتوضيح هذا الأمر وإذاعتكم لإذاعات السباقة في طرح هذه المواضيع وعرضها للمجتمع وتوضيح الإشكاليات التي تحدث. في حقيقة الأمر بناء على الخبر اللي صدر في جريدة الرؤية بزيادة عدد 38,000 من القوى العاملة الوافدة في بالمؤهل الجامعي، وبناء على التواصل الذي صار بيننا وبين المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وعلى رأسهم الدكتور عبد الدكتور خليفة البرواني، وعلى التوضيح الذي صار اتضح أنه ليس لم يكن هناك زيادة حقيقة في أعداد القوى العاملة الوافدة بالمؤهل الجامعي. نعم. وإنما هناك انخفاض بمقدار 13,632 حسب البيان الذي أصدره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في وكالة الأنباء العمانية يوم أمس. نعم، يعني باسم عادة المقارنات تكون بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي، يعني لو قارنا شهر مارس 2021 نقارنه بشهر مارس 2020 وهكذا؟ هي المقارنات بعضها تكون شهرية وبعضها سنوية، ولكن جريدة الرؤية عندما قارنت البيانات قارنت البيانات لمدة سنة، ولكن الحقيقة الأمر أن هذه البيانات التي نشرت في شهر مارس 2020 حسب بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أريد أوصل معلومة للمجتمع فقط أن البيانات التي تنشر على المركز الوطني للإحصاء والمعلومات خلال السنوات الماضية أو الشهور الماضية قبل عام 2021 لا لم تكن تمثل إحصاءات وزارة العمل، وإنما كانت تمثل إحصاءات شرطة عمان السلطانية. وكذلك هذا بالنسبة للوافدين، وكذلك بالنسبة للقوى العاملة الوطنية جميع الإحصاءات التي تنشر على المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالنسبة للقوى العاملة الوطنية هي بيانات التأمينات الاجتماعية المؤمن عليها. وليس جميع العاملين في القطاع الخاص يدخلون ضمن مظلة التأمينات الاجتماعية. نعم. بس الإشكالية التي حدثت بالنسبة للبيانات وظهر أن هناك فارق 38,000 زيادة، وفي الحقيقة لم تكن هناك زيادة وإنما كان انخفاض، وإنما كان في إشكالية في الخصائص
التي تم نشرها في مارس 2020، حيث العدد الحقيقي بالنسبة للجامعيين الوافدين لم يكن 76,000 مثل ما هو منشور، وإنما كان العدد أكبر. لذلك حسب بيان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في نشرته يوم أمس على وكالة الأنباء العمانية، تم ذكر أن هناك تم تصحيح للبيانات السابقة بالتكامل مع الجهات الخاصة حسب بيانات التعداد الأخيرة، حيث تم دمج جميع هذه البيانات القوى العاملة الوافدة لجميع الجهات وتكاملها، مما صار في تغير للخصائص بالنسبة للقوى العاملة الوافدة. في بعضهم سابقا كان ما مسجلين أصلا حسب البيانات المنشورة من شرطة عمان السلطانية، كانت المؤهلات بصفة عامة غير دقيقة، حيث بعد الرجوع لإحصاءات وزارة العمل تبين أصلا أن هناك انخفاض، وحسب بياناتنا عدد الجامعيين في مارس 2020 كان أكبر من العدد المنشور في المركز الإحصاء والمعلومات. لذلك بعد ما تكاملت البيانات والجهات في بيانات التعداد، تم تصحيح لمعظم هذه البيانات بالتكامل بين بيانات وزارة العمل وبيانات الأحوال المدنية، فتم صار تغيير للخصائص. لذلك أعيد وأكرر أن ليس هناك أي زيادة في أعداد الجامعيين خلال الفترة المذكورة، وإنما هناك انخفاض، وإنما بس الإشكالية كانت بالنسبة للخصائص التي تم ذكرها في مارس 2020. بعد التواصل مع أصحاب الاختصاص في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أفادوا بأن الإحصاءات القديمة تم نشرها على الموقع ولا يمكن سحبها، وإنما عند تصحيح البيانات تغيرت الخصائص. فعند تغير الخصائص صار هذا الفرق. وإنما حسب البيانات الداخلية لوزارة العمل في شهر مارس 2020 كان عدد الجامعيين أكبر من ما تم نشره حسب البيانات. نعم واضح باسم، لكن الآن التصحيح اللي نشر آخر يعني أرقام نشرت من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى انخفاض أعداد الوافدين 218,000 عامل وافد، هكذا صحيح؟ الانخفاض اللي ذكر عن طريق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بين شهر مارس 2021 وشهر مارس 2020، إن هناك انخفاض 218,000 وهو نفسه ما ذكرته الجريدة. ولكن الاختلاف كان في المؤهل فقط. وبناء على ذلك حسب الرد من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ردا على بيان الجريدة، أفادت بأن هناك انخفاض كذلك من حملة الدبلوم الجامعي فأعلى بمعدل 13,600 وليس بالزيادة، وإنما الإشكالية كانت في البيانات الخصائص المنشورة بالنسبة للجامعيين في شهر مارس حسب. نعم واضح باسم. الآن من خلال دراستكم ومتابعتكم في وزارة العمل، إلى ماذا يعزى هذا الانخفاض؟ يعني نحن تابعنا في بداية العام والمؤتمر الذي عقدته وزارة العمل أشارت إلى أن هناك تحرك كبير نحو الإحلال ونحو توطين الوظائف، وكذلك هناك بعض الإجراءات التي تسهل الوصول إلى العماني مقارنة بوجود مثلا مأذونية وغيرها للوافد. الآن أنتم من خلال متابعتكم، ما هي أبرز أسباب انخفاض أعداد الوافدين في السلطنة؟ صحيح، بالنسبة لانخفاض أعمال أعداد الوافدين في القطاع الحكومي أو الخاص، في القطاع الحكومي هناك جهد كبير لأجل عملية الإحلال، كما ذكر في المؤتمر الاقتصادي الأخير لأصحاب السعادة أن هناك توظيف أو إحلال بمعنى آخر في القطاع الحكومي 5,041، وهذا ما أدى إلى نقص كذلك في أعداد القوى العاملة الوافدة في القطاع الحكومي، حيث أن الخفاض خلال السنة الماضية بين مارس 2021 ومارس 2020 بمعدل 13,000 هذا في القطاع الحكومي. كم باسم؟ 13,000؟ 13,000 انخفاض العاملين الوافدين في القطاع الحكومي. نعم هذا خلال العام نتيجة الإحلال.
ممتاز. كذلك هناك انخفاض كبير في أعداد الوافدين في القطاع الخاص تقريبا 205,000 وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الحالي وبسبب الركود وكذلك بسبب السياسات الداخلية التي تعمل عليها الوزارة لتوطين القوى العامة الوطنية وتعزيز وضع القوى العامة الوطنية في سوق العمل. بناء على ما تم إصداره خلال الفترة الماضية من قرارات من رفع رسوم كذلك توطين بعض المهن من ضمنها أعمال المتعلقة بإنشطة أعمال بصريات وبيع النظارات من ضمن نفس الشيء مبادرات وقرارات توطين المهن مهنة مدير محطة الوقود كذلك تم تدشين مبادرة تمويل التأهيل التربوي بالتعاون بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم مع بنك نزوة بالإضافة إلى قرار تعمين سياقة المركبات ونقل الوقود سياقة المركبات بالنسبة لنقل الوقود ونقل المواد الزراعية ونقل المواد الغذائية. نعم. وكذلك هناك قرار بتوطين المهن المالية والإدارية في شركات التأمين والشركات العاملة في وصافة التأمين وكذلك مبادرة توطين المهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة وترتيب البضائع في المجمعات التجارية والاستهلاكية وكذلك مهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات وبعقها. جميع هذه الجهود والمبادرات أدت إلى زيادة بالنسبة أو توطين عمانيين وكذلك نقص بالنسبة للعمال الوافد. حاليا حيث تم تقنين التصريح بالقوى العاملة الوافدة. نعم باسم، إذا كانت تتوفر لديك أي أرقام، الوافدين يتركزوا عادة في أي مؤهل؟ يعني أعلى عدد للوافدين في أي مؤهل؟ الوافدين يتركزوا بنسبة كبيرة في المؤهل الشهادة العامة وما دون. حتى بالنسبة لما نتكلم ونذكر أن هناك جامعيين وافدين في القطاع الخاص، ليس بالمعنى ذاته أن هذه الجامعيين الوافدين في المهن التخصصية. حتى تشير الأرقام أن هناك 22,405 عامل وافد بمؤهل جامعي ولكن في مهن غير تخصصية وغير فنية. وكذلك هناك 14,183 وافد من حملة دبلوم وهم في مهن أقل عن المهن الفنية. فليس هناك ربط لما أذكر أن أقول أن الوافدين الجامعيين موجودين في القطاع عددهم كبير. حاليا لدي 36,588 وافد من المؤهل الدبلوم الجامعي فأعلى ولكن في مهن غير تخصصية وغير فنية. نعم. يعني قصدك باسم أنه ليس بالضرورة إذا كان الوافد لديه مؤهل علمي مرتفع في أنه يشغل وظيفة تخصصية في القطاع الخاص. صحيح. نعم. وهذه يمكن نقطة يعني بعد مهمة لأنه أحيانا تحتاج إلى دقة البيانات التي قد تتوفر عن الوافدين العاملين في السلطنة. هل لدى الوزارة نية باسم في أنها يعني بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء في أنها تنشر أرقام بشكل دوري عن أعداد مثلا الوافدين العاملين في السلطنة سواء بالزيادة أو بالنقصان حتى يتسنى كذلك للمتابع معرفة جهود الوزارة في خطط الإحلال والتوطين؟ في حقيقة الأمر هناك تواصل دائم مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لتوفير جميع البيانات وهناك تواصل بشكل شهري بين كدائرة الإحصاء وبين المركز الوطني للإحصاء والمعلومات توفير البيانات اللازمة التي تحتاجها المركز لنشرها. ولكن حاليا المركز عند توجه أن يتم نشر أرقام القوى العامة الوافدة حسب نشرات الأحوال المدنية وبالنسبة للقوى العامة الوطنية حسب بيانات التأمينات الاجتماعية. ولكن الاجتماع الأخير تم الاتفاق فيه على أن يتم نشر بيانات وزارة العمل ولكن إلى ما أن يتم تصحيح بعض البيانات يتم العمل بالآلية القديمة. نعم. وقدم شكري لجميع العاملين في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وعلى رأسهم
العاملين في قسم الإحصاءات السجانية وقوى العاملة، وهناك تأكيد تواصل مباشر وبشكل شهري تسليمهم جميع البيانات المطلوبة بالنسبة للقوى العاملة الوطنية أو الوافدة. نعم. وكذلك المعينين والمعينين أول مرة والمنتهية خدماتهم يتم تسليم بيانات هذه لمركز وصل إحصاء المعلومات بشكل شهري. نعم، هذا سؤال يعني من أحد متابعينا باسم، ما أعرف إذا كنت الشخص المعني بالإجابة عليه، لكن سمعنا في فترة سابقة أن هناك نية من وزارة العمل في نشر أرقام المعينين مع أسماءهم، هل لا زالت هذه النية مثلا موجودة؟ لأنه على حد علمنا أنه فعلا في قوائم يعني بأسماء المعينين، والوزارة لديها يعني كشوفات يمكن دقيقة حول هذا الموضوع، لكن يتبقى مسألة نشرها من عدمه. حقيقة الأمر الوزارة لديها جميع البيانات بالنسبة للمعينين خلال الفترة الماضية أو السنوات السابقة. حسب ما ذكر في التقرير الربع السنوي للوزارة أن هناك تم توظيف 3010 خلال الربع الأول من العام هذا لأول مرة، أنا أقصد لأول مرة لم يسبق له التوظيف، ليس دوران وظيفي، هذا توظيف بدون دوران وظيفي. 3010 من تم تعيينهم خلال شهر يناير وفبراير ومارس. نعم. بالإضافة لذلك سأضيف البيان الذي في شهر أبريل خلال هذا البيان 3010 بالنسبة للربع السنوي، أنا سأذكر حاليا الرقم لأربع أشهر. تم توظيف 4121 عامل في القطاع الخاص خلال أربع شهور الأولى. 4121 هذا تم تعيينهم لأول مرة، لم يسبق لهم التعيين. أربعة أشهر الأولى من عام 2021. خلال أربعة أشهر الأولى من العام. نعم، ممتاز. هل لدى الوزارة نية بنشر البيانات أو لا؟ هذا الأمر كان في نقاش داخلي في الوزارة على أن يتم نشر هذه البيانات، ولا يوجد للوزارة أي شيء، أي تحفظ يعني. نعم. أو تحفظ. نعم. لأن هذه بيانات تسجل إداريا وعقود عمل تسجل في الوزارة. نعم. وما فيها أي حاجة للإخفاء. نعم. وهذا نعم، تفضل إذا بضيف شيء باسم، تفضل. أضيف أن جهود الوزارة قائمة لتعمين بعض المهن والأنشطة، وكذلك تمكين القوى العامة الوطنية في العمل في القطاع الخاص. نعم. ولكن في رسالة أود إيصالها للباحثين. تفضل. ممكن أن في بعض الباحثين يتردد في شغل أي وظيفة، لأن يفكر ويقول والله بتفوتني فرصة في القطاع الحكومي، بتفوتني فرصة في القطاع العسكري، بتفوتني فرصة. اللي أحب أوضحه أن أي موظف في القطاع الخاص يمكنه الترشح على أي وظيفة حكومية كانت أو عسكرية. لا يوجد هناك عائق للترشح لجميع العاملين الموجودين حاليا في القطاع الخاص. ممكن أي وظيفة حكومية تنشر يمكن لهم التقدم بدون الحاجة إلى تقديم استقالة. نعم. إذن هذه فرصة الآن أن الواحد ما يتردد مثلا في أنه يبدأ مشوار المهني ومشوار الوظيفي في وظيفة، لأنه المجال مفتوح في أنه هو يتنافس على وظائف أخرى، خاصة نعرف أن الواحد أول ما يبدأ تبدأ مشوار الخبرة كذلك يتكون عنده، ففرصة تكون يمكن أحيانا أقوى في وظائف أخرى. نعم. وكذلك عندي رسالة بالنسبة للعاملين الإعلاميين والصحفيين ورواد الأخبار في السوشيال ميديا. خبر كتوظيف 38,000 وافد في القطاع الخاص هذا يثير الاحتقان، وهو في الحقيقة غير صحيح. أكد وأرجع مرة ثانية أقول أن الخبر غير صحيح. نعم. ولكن صحيح البيانات كانت موجودة على موقع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ولكن هناك تناقض في الخبر. الخبر ذكر وجود انخفاض 218,000 وافد. إذا كمحلل وكمنطق إذا في انخفاض 218,000، إذا كيف جاء الارتفاع في مؤهل معين إلى 38,000؟ نعم. معناه أن في الخبر في شيء غير صحيح. نعم، ويحتاج مزيد. لولا أن كان يرجع للمركز الوطني ويتأكد. نعم.
ولذلك رسالتي للصحافة بشكل عام والرواد الأخبار في السوشيال ميديا، الرجاء عدل احتقان المجتمع بذكر مفردات تثير الرأي العام، والتأكد من صحة الأرقام قبل عرضها بالتأكد من جهة المصدر. نعم، وهذا يعني هذا يأتي هنا بعد دوركم يعني، بس باسم جزاكم الله خير، في مسألة التوضيح وكذلك التواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام في توضيح الأرقام ومدى دقتها. وكذا هذا حقيقة يعني الأمر، الوزارة أبوابها مفتوحة لجميع الإعلاميين والصحفيين في السؤال عن أي معلومة ممكن أن تفيدهم في موضوع. شكرا، شكرا جزيلا لك باسم بن محمد البلوشي، رئيس قسم إحصاءات العمل بوزارة العمل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. العفو، شكرا أخي عبد الله، الله يسلمك، شكرا. إذن مستمعين ومشاهدين الكرام، هذا كان توضيح وزارة العمل حول الأرقام التي تم نشرها والتي تم كذلك لاحقا توضيحها من قبلهم حول أعداد الوافدين العاملين في القطاع الخاص، سواء الخبر اللي لاقى رواج كبير وانتشار واسع حول زيادة أعداد الوافدين من مؤهل البكالوريوس في القطاع الخاص، أو حتى من خلال التوضيح اللي قبل شوي ذكر باسم ونشر في وكالة الأنباء العمانية حول انخفاض 218 ألف عامل وافد، ووضح طبعا التفاصيل باسم. نحن إن شاء الله بعد فاصل قصير نواصل معكم برنامجنا مع الشبيبة، ونستقبل مجموعة من اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 24 290 00، ولنا كذلك وقفة حول البيان الذي ألقاه معالي سالم المحروقي وزير التراث والسياحة أمام مجلس الشورى، وهذا البيان قامت الشبيبة بتغطيته أول بأول من خلال وجود زملائنا هناك في مجلس الشورى، وستكون لنا وقفة حول هذا الموضوع مع المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة شركة عمران الشركة العمانية للتنمية السياحية، وسنتحدث عن أهم النقاط التي ذكرت في بيان معالي وزير التراث والسياحة، وأهم الأرقام كذلك سواء حول الخسائر التي تكبدها القطاع بسبب جائحة كورونا، أو حتى حجم الاستثمارات المتوقعة خلال السنوات القادمة، وكذلك خطة الوزارة للتعافي وما هي المبالغ التي رصدت كذلك لهذا التعافي. فاصل قصير مشاهدين الكرام، ولنعود لا تذهبوا بعيداً.